سأذهب إلى كوفنتري مع مدير المنصة السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن، هو معي عبر الهاتف. سيد رامي، هل لديكم معلومات حول هذه الغارة في منطقة السيدة زينب؟ نعم، أولا لدينا معلومات عن الانفجارات وليس غارة، لا نستطيع أن نؤكد إذا ما كانت غارة إسرائيلية أم كان انفجار على الأرض. ما نؤكده بأن المنطقة هي موجود فيها حزب الله اللبناني، موجود فيها ميليشيات إيرانية، ولكن هل هي غارة إسرائيلية بالفعل؟ لأنه لم تخرج أي صواريخ للدفاعات الجوية للتصدي للصواريخ الإسرائيلية. الانفجارات وقعت في هذه المنطقة في جنوب العاصمة منطقة السيدة زينب، ولكن على الإطلاق لا نستطيع التأكيد إذا ما كانت غارة إسرائيلية، إذا ما كان قصف إسرائيلي أم لا. ما نؤكده بأن هناك انفجارات واحتراق مستودع في منطقة السيدة زينب أو قرب منطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق. ما دون ذلك لا نستطيع أن نؤكد إذا ما كانت غارة. لم يرصد على الدفاعات الجوية صواريخ دخلت إلى الأراضي السورية سواء من فوق الجولان المحتل أو من الجليل أو أي منطقة في غرب سوريا. ما نؤكده مثل ما قلت بأن هناك انفجارات واحتراق مبنى في جنوب العاصمة دمشق في منطقة السيدة زينب أو قرب منطقة السيدة زينب. بالنسبة لأعداد مثلا قتلى أو جرحى أو المنطقة المستهدفة التي فيها الانفجارات، هل لديكم أي معلومات؟ نعم، قبل قليل وقعت الانفجارات واحترق المبنى، يعني الأمر يعني وقع منذ عدة دقائق، يعني ليس طويلا، لذلك نستطيع يعني حتى اللحظة المؤكد لدينا الانفجارات واحتراق المستودع في جنوب العاصمة دمشق، ولكن مثل ما قلنا لم ترصد الدفاعات الجوية أي صواريخ دخلت على شاشاتها أو أطلقت صواريخ من الدفاعات الجوية بشكل تلقائي للتصدي إذا كان هناك قصف إسرائيلي من عدمه. هذه المنطقة هل يوجد فيها مخازن أسلحة؟ هي المنطقة مسيطر عليها بشكل كامل من قبل إيران وميليشياتها وسيدة زينب ومحيطها، تعتبر مثل ضاحية دمشق الجنوبية لحزب الله والإيرانيين، واغتيلت فيها شخصيات إيرانية كثيرة وشخصيات من حزب الله. لذلك أقول بأن يوجد فيها مستودعات لحزب الله، مستودعات للإيرانيين، ويوجد فيها المئات من عناصر قوات النخبة من العراقيين والسوريين والأفغان الذين هيئوا لمعركة الجولان إن اشتعلت معركة الجولان. ولكن الواقع الآن ما نريد تأكيده الآن بأن ما حصل بأن قبل دقائق كان هناك انفجارات وقعت في منطقة محيط منطقة السيدة زينب واندلع إيران من أحد المستودعات، هذا نؤكده. ولكن ما دون ذلك لا نستطيع أن نقول بأنهم عملية اغتيال أسوة ببيروت أو بطهران. الانفجارات وقعت والاحتراق وقع في أحد المستودعات. طيب بالنسبة للتحركات، يعني كان هناك بعض المعلومات أن تحركات كبيرة تحصل في أوساط طبعا المجموعات المسلحة التابعة لإيران سواء في سيدة زينب، في دمشق، في مناطق عديدة، إلى أي مدى هذا صحيح؟ نعم. لا، دعني أقول لك بأن التحركات الإيرانية ليست فقط في السيدة زينب والحدود مع الجولان السوري المحتل أو جنوب غرب دمشق أو حتى الحدود السورية اللبنانية. الاستنفار في صفوف ميليشيات إيران الذين هم أكثر من 60,000 مقاتل داخل الأراضي السورية من البوكمال عند الحدود السورية العراقية مرورا في الميادين في دير الزور والبادية السورية، وأمس كان هناك استنفار أيضا في القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية وطائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية حاولت الاقتراب من قاعدة التناف إلا أنها ابتعدت بعد أن انطلقت النيران باتجاهها من داخل القاعدة. من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا لك.